بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، البناء شيخ كان من مجلسي بيشوا باسي إعراب ما كروا باسي جورا كان إعراب ما كروا طرفه الصالح وشتيكي شاك فيربين لمسائل كان إعراب يعني كليل كان ما مدس هنا يسا بابته كديك كابي لقل إعراب باس كريب ريتيل بناء شونك بيشواني إعراب ريتيل بناء. قد علمت أن الإعراب هو تغير يحدث في آخر الكلمة لاختلاف موقعها في الكلام. إما لما جالس مبارك أنا تيجشتين كإعراب بريتيا لجوران كارية كلكوتاي كلمة كيا رو أداب هو جوران كاري شوينا كيا حتى لريا فاعلة ضمي لسر لريا مفعولة فتحي لسر بوشي واز. وأن أقسام الإعراب أربعة، وبس ما أنكر جوركاني إعراب شوارة الرفع نصب جر جزم، فلا يخلو أي إعراب من قسم من هذه الأقسام. هيج إعراب لما بدرني واتا كلمة يان مرفوعة يان منصوبة يان مجرورة يان مجزومة واتا معرب لما بدرني. ثم إن الإعراب لن يحصل إلا بتوفر أمرين هما. باشان إعراب رونا دا واتا أمدي منك فتح وضم وشتي أقوري رونا دا إلا بهي دوشت نبي كم عامل دوم معمولة عامل ومعمول يعني تشي مشايخ كانم بمعنى أن كل مرفوع لا بد له من رافع. وهذا مشايخ كانم كاتي إما أما فاعل مرفوع وابو آية أما لخوي مرفوعة نخر بيجمان عاملك هي إشي تكردو واتا فلانشت كمرفوعة عامل يكبوني هي بكر يكبوني هي كوا أكاو مرفوع بي. أما يكم دوام بريتيا لمعمول معمول واتا إشتيك راو خودي فاعلك أخوي إشتيك راو كإشتيك راو واتا قريمان فعلك من هي يعني اسمك من هي مرفوعة أم اسم إشتيك راو چونك يمي إشتيك دمي فتحي أجد أسر دمي ضمي أجد أسر. أما بهوكاري كي دريكي أغوري أم هوكاري دريكي بي أوتري عامل بي أوتري عامل واتا قريمان توك تشيك دروسك إيوايا أو كسيك كيك كدروسك أو إشتياكاتو إشي لسركاتو إجارت أو إجارت توي واتا تو عاملي. أما كيك كم معمولة واتا إشتياك راو باش بمعنى أن كل مرفوع لا بد له من رافع. همو مرفوع واتا هاتي توشتي بني مرفوعة أما اشتوا إليك دو مرفوع بواتا عاملي شي الرافع شي. وكل منصوب لا بد له من ناصب وهم منصوب كيشتيكي وإليك دو منصوب. وكل مجرور لا بد له من جار وهم مجرور بي بيستشتك بي مجبوري كرد بي. وكل مجزوم لا بد له من جازم وهم مجزوم بيشتك بك مجزوم كبير مثل بون مونة علين ذهب زيد إلى البيت. زيد روشت أو بمالو ذهب فعلا زيد فاعل كيك روشنا كي انجام داوة إلى حرف جر وتمان حرف خوي حرف جر دواي خوي مجرورة كوابو. فالبيت اسم مجرور ليريا بيت اسمه مجروريشة ليريا بيت اسمك مجرورة بلا بو مجرورة شي واي ليكرت. والذي عمل وجلب له الجر والكسرة هو حرف الجر إلى أو كسيك واي لبيت كردوا كسري لجير وبيت مجرور بيت إيشي تيا كردوا بريتيا لحرف جر إلى واتا بيت بهو إلى ومجرور بو. فإلى أم إلايا أم إلاي خمان كواي لبيت كردو مجرور بيتو كسر لجرابي بي أوتري عامل بي أوتري إشكرا كواتا أو يك عملي تياكا قرصة مشايخة كانم سورة سان يعني أم إلايا ككاري جري لبيتك كردو كسري خستو تجيري لو كاتيا بي أوتري عامل. والكلمة التي وقع فيها الجر وهي هنا البيت تسمى بالمعمول. أما أو شيك إشكيت ياكرا بريتيا لبيت واتا بيت إيشي تياكراوك واتا يكي قرر أم مشيك إيشكي تياكراو أم كلمة بيوتري معمول. أما إلاك كحرف جرك بيوتري عامل. والجر الذي هنا التغير الحاصل بالكسرة هو العمل والإعراب. أما خدي أوي كدسمان كوتو نتيجي كوتايك بريتيا لوي اسمك مجشور وجر داوة بريتيا لعمل بريتيا لعمل واتا كاتتوك شيك يدروسكي أما تو عاملي شيكا كم معمولة أي عمل كمان شي نتيجي كوتاي شي بريتي لو شيكا كأخوين شيكا كخوشة وي خوين A delicious cake شيكا كي خوشة خوين وايا إسا يمش إلى عاملة
بيتك إلى البيت بيتك معمول إشتاك راوة نتيجة كمان شيء عمل كمان شيء بريتي اللويك أم كلمة مجرورة وتعمل كمان بريتي لما أو جريك الرداء أم عمل كمان كواتم شيخ كان معامل شيء هو الذي يجلب الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم بريتي عامل بريتي لوشتي ككلمة كأجور واتا يان مرفوع يكا يان مجزوم يان منصوب أم بيوتري عامل أي معمول هي الكلمة بريتي لخدي وشكا التي يظهر في آخرها الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم أما معمولك بريتي لو كلمة كإشتياك ولكوتا يكا أجور بفتح الضم وأمان وأما العمل فهو نفس الإعراب أما عمل كمان خدي أو عمليك رودا بريتي لخدي إعرابك واتا الرفع ونصب وجر وجزم بريتي لعمل كمان واتا قريما لو شيء في البيت يعني لم رستيا ذهب زيد إلى البيت يسلي ريا إلاك اسمك حرفك جرة يشي لبيتك كردو بيتك كردو باسمك مجرور أوي عملي كردو إلاك إلا بي أوتري عامل بيتك بي أوتري معمول واتا إشتياك راو أو إشمانتيا كردو أما خني عملك أو نتيجيك اسمك كتب بريتي لجر واتا خدي يارابك رفع النصب جرة بي أوتري عملك كمان أصلا ما شيخ قال وحروف الجر هي التي تعمل الجر في الاسم حرف جر بريتي لو شتيك كار لسر اسمك هكا أما الفاعل والمفعول به فالذي يعمل فيهما هو الفعل باشا اسم التي قشتين كاسم مجرور مجرور بوا بهو عامل هكا كبريتي لا حرف جر أما تي قشتين بلام كسي برسي قربان من لما تي اقن بلام أي ما باقي شتا كان عامل معمول كيان شي بون من فاعل بون مفعول به مش هيك هذا ما شاء اما الفاعل والمفعول به سبارت بفاعل كبكرة ومفعول به كبركارة فالذي يعمل فيهما هو الفعل او كسي يجلم دوانا يا كفعلك واتا فعلك يجل فاعلك ويجل مفعول بياك اي الذي جعل الفاعل مرفوعا او كفاعلي كردو بمرفوع بريتلا فعلك واتا فعلك وإلي كردو مرفوع به وهو كسي مفعول كردي مفعول به كردو منصوب بريتلا فعلك دوبارة بون منا ضرب زيد عمرا زيد دايل عمر ليريا أو كسي أو شتي أو عاملي كزيد مرفوع كردو وكردوتي بضمك وتايكي وضربي منصوب كردو وكردوتي بفتحك وتايكي بريتلا فعلي ضرب فضرب هو العامل عامل ليريا بريتلا فعلك ضربي زيد عمر كفاعل مفعول به معمول إشتياك راول أما أو رفعيك لكوتاي زيدا هي وأو نصبيك لكوتاي عمرا هبوك مفعول بيبو أم بيوتري عمل كمان وتا عمل كمان رفع لك النصبك فهو العمل والإعراب أما لريادي مني عمل إعراب فظهر أنه يوجد رافع ومرفوع ورفع لريادرك يشتكي الرافع كعامل ومرفوع كيك إشتياك راو والرفع كيك عمل كي فالرافع هو العامل والمرفوع هو المعمول والرفع هو الإعراب والعمل وكذا أقول في بقية من نصب وجر وجزم وجزم بمشي وازم فلو أردنا أن نعدل على تعريف الإعراب ونجعله أكثر دقة نقول كواتي ساقر بين سر إعراب ما نيوتريكي نوالين هو تغير أها اسم بيناسا كان علمي تربن بيناسا كي بيشو بيناسي شي آسان بو ورخني اللي يجري لبابتي علمي قولا بلام اما سرتابو يتبين اسا ليري اما شيخ كان باشاوي كي شتيق روشتين تماشا بيناسا كي ورتركينو ألين إعراب شي تغير يحدث في آخر الكلمة إعراب بريتيا لقوران كاريك لكوتاي كلمة كوشك يا الردا بهوي تشيوا بسبب دخول العامل بهوي او عاملي اشيات السريواتات تو ككلمين شو كوتايك او اقوري عاملة تقوري كواتا هو كاري اعراب تشيا بريتيا لدخول العامل بريتيا لو عامليك اشيات السري اي ان الذي يجلب التغيير الاعرابية في اخر الكلمة هو العامل واتا اوشتي كالكوتاي كلمة اقوري بريتيا العامل باش يسا كواتا اعراب مشايخة كانم ام نقلب خانا جيرفان تانا ويوفيريون ورنا سر بناء اي بناء تشيا بناء هو عكس الإعراب بناء بريتيلا بيتواني إعراب إذ هو لزوم آخر الكلمة حركة واحدة مهما تغيرت العوامل مش أخيان إعراب بريتيلا وي كلميك خوي أكابو الشاخة وألي من قرم وناهي ألم كذب قرم واتا آخر كلمة حركة كاني ناقوري واتا لسريك حركة أمينتو بريتيلا لزوم آخر الكلمة واتا آخر كلمة تنهى لسريك حركة أمينتو وهتشن أحوام لي بخيت أزال لسر هواي خويتي ناقر فإذا كان الإعراب تغير بسبب عامل أقر بلين إعراب بريتيل لقوران كاريكو تاي كلمة بوهي عامل يكوا بناء اللين بريتيل للزوم حالة واحدة
بناها بريتي لو الا كوتا ياك يا ما حط معناها انها قرنا يعني بيكو جاو ضميل انا بلا صرفي بيكو جاو فتح انا بلا تاثر باي عامل هزار عامل جبو بنا ام كبرا هوانا يا تجير خوي ايشي خوينا قر مولا تماشا ام ايه الشريفانه وما ينظر هؤلاء الا صيحه واحده ينظر هؤلاء يا سليل يا هؤلاء كسل الجريعه باش باش شو انا كيف قرن وعامل كان بقرن إن هؤلاء لشرذمة قليل دو بارها كسر جرا وجئنا بك شهيدا على هؤلاء هر دو بارها كسر تجد أن كلمة هؤلاء كلمة هؤلاء قد لازمت حالة واحدة أبيني له هتشوين كابي فاعل بمرفوع بحرف جر لبيش بي هتشي كلي غير كسر وهي الكسر رغم اختلاف العوامل الداخلة عليها سر ويش تيجي وازي شو دسر وصار رأيوش أنا كمان قريبا فهي لا تتأثر أم كلمين ناقري وتبقى ملازمة لحركة واحدة وبردوام لسريك حركة أمنة توا أما بي أوتي بناء وتام بنية يعني شيء يعني كوتايكي ناقري تما شامل من عندك جاء هؤلاء أوان هاتن أكرم زيد هؤلاء زيد رازي الأوان قرد سلم زيد على هؤلاء ليري أبني هؤلاء لمثالية كما فاعلة وتجاء هؤلاء أوان هاتن بكرن لمثال دوما أكرم زيد هؤلاء مفعول بيه شونك إيش يعني لسكراون زيد رزيل أوان قرد أوان إيش لسكراون لأن منيسي ما يسي مجورة حرف جري لبيه شوية بلام أبيني لم تتأثر تأثري نكرو بعامل فعل لن مني كما ولن مني دوما تأثري نكرو بعامل فعل ولن مني سيما تأثري نكرو بعامل حرف جر وتعامل كان إيشي تيانا كان عامل كان إيشي تيانا كان بوي أبينين أم أشياء ملازمة للكسر بردوام كسير جرايا جا جار بيتا بيج رافع بيبو لاي ناصب بي أم ناغور فيقال بوي ليريا أوتري إن كلمة هؤلاء كلمة هؤلاء بريتيا لكلمة كي مبني واتا لسر يك حال دمينتو كواتا لبياناسي كلمة مبني علين شي هي تلزم حركة واحدة من غير تأثر بالعوامل مبني بريتي لو كلمي كتلزم ملازمه كتشولينا قال سري وسطاوه يك حركه ببي كاري جربون بهيج عامل شي دركي وهنا نصل لسؤال مهم ديري اغين برساري جي غينغي بريتي لو كيما تيغشتين كلمه وكلام لسيبش بكات واسم فعل حرف وتيغشتين كلمه يعني اوتا معربه يان يعني اوتا مبنيه ليري ابرسيار اغنيك لو بريتي لو قربان سمن تي قشتم مبني تشي بلان بيم بلي لكلمه تشتي معربه وتشتي مبني سرتا ما شيخ كان مالين ان الحروف حرف هموي مبنيه كلها مبنيه حرف بردوام مبنيه فلا يوجد حرف معرب ابدا هرجيس حرف بوني ني معرب والافعال ثلاثه اقسام فعل اشتاب شوايا ماضي ومضارع وامر فالماضي والامر مبنيان دائما ماضي وأمرج دائما مبني فعل أمر مبني فعل ماضي مبني بوش يواز أما فعل مضارع تارة يعرب وتارة يبنى فعل مضارع لهرد بركة ياهي جاري واهي معربة وجاري واهي مبنية أما سبارد بأسماء فهي تعرب أيضا هني جار اسمش معربة وهني جارش اسمش مبنية فالذي يعرب ويكون محلا للتغيرات كواتات يجين لكلام عربة أو شيء كمعربة وأكري إيش لسركوتا كينكين بريتيا لإسم وبريتيا لفعل مضارع فقط تنهى أم دوانا لكلام عربة معربا فعل مضارع لقال أسماء أما غير أوانا ما باقي مبني فاشان جاري وهي كلمة كمبنية لسر سكون مبنية وتالي من لن لم أمانكم الحرف كي مبني لسر سكون جاري وهي حركك كلاسرية مبنية فتح يبون لفعل ماضي علي ضرب كتب سجد أما مبنية لسر فتح جاري واهي حركة بناء بريتي لكسر وقال هؤلاء بوشي وازا وجاري واهي حركة بناء بريتي لضم وقال نحن حيث أمانا مبنين وحركة بناء ينضم وتأكري كلمة مبنية بلسر ضم لسر فتح بوشي وازا بوشي وازا قال الله تعالى أم جملة يعني أما آية الشريفة أجري عربيكين علين وريثة فعلي شيء ماضية مبنية لسر فتح أهم بس ما أجري فعلي ماضي دائما مبنية سليمان كفعلي كردوة فاعلة ومرفوعة وبس ما أجري علامة رفع كين ضمية داود
إجل سركراوة إشتياكراوة يلي مفعول به منصوب وعلامة نصبك فتحة مش كلمة كي معربة تيجين فعل ماضي مبني بوليريا بلام دو اسمك ديك كأسماء عادة معربا أما نبيعون معرب أمرتي بولا مسلي بناء ويعراب وتجاوزك الحمد لله رب العالمين.